كيف أنشأت قطر أول ملعب مكيف في العالم؟ كان من المستحيل المشي في أي مكان تحت سماء قطر هذا الأسبوع دون أن تتصبب العرق من جسمك. في درجة حرارة تبلغ حوالي 38 درجة مئوية مع 80% من الرطوبة. ولكن في إستاد الجنوب الجديد، أول ملعب كرة قدم مكيف في العالم، كان من المفاجئ أن درجة الحرارة تبلغ 21 درجة مئوية في المقاعد وعلى أرض الملعب حتى في أكثر أوقات اليوم سخونة. هذا ما وصف به الصحفي الرياضي شون إنجل مناخ قطر في تغطيته المنشورة بصحيفة الجارديان البريطانية عن تجربة إنشاء قطر أول ملعب مكيف في العالم، وعن الدكتور سعود عبد الغاني مهندس الميكانيك المولود في السودان الذي يقف خلف هذه التكنولوجيا الرائدة لتبريد الهواء التي تستخدم أيضا في بطولة العالم لألعاب القوى التي بدأت يوم الجمعة وفي كأس العالم قطر 2022. الفقاعة المناخية، يوضح عبد الغني بحماسة، تعيش داخل فقاعة مناخية مجهرية خاضعة للسيطرة، مشيرا إلى الشبكات الدقيقة الموجودة أسفل كل مقعد و170 برجا على جانب الملعب لدفع الهواء المتجمد. ويواصل عبد الغني حديثه قائلا: نضخ كمية دقيقة من الهواء البارد في المكان المحدد ثم نعيد تدويره طوال الوقت ولا نتخلص منه أبدا، ويوجد شبكات على الأرض فنأخذه من الأعلى ونعيد تدويره مرة أخرى. أشار عبد الغني المشهور محليا بدكتور كول إلى المقاعد قائلا: إذا نظرت إلى تأثر الهواء أسفلك، يمكنك أن ترى زوايا صممت كي لا تضربكم مباشرة بل تحضنكم بلطف وتعانقكم محدثة فقاعة. يضيف الكاتب أنه بالإمكان خفض درجة الحرارة لتصل إلى 6 درجة مئوية، على الرغم من المفارقة الكامنة أن هذه التكنولوجيا صممت لتسمح باستضافة قطر لكأس العالم في فصل الصيف، فلن تكون هناك حاجة إليها بالضرورة في نوفمبر وديسمبر عندما تكون درجات الحرارة أكثر برودة. ومع ذلك يعتقد عبد الغني أنها ستحول دون تحول الملاعب إلى مشروع فيل أبيض، وهو مصطلح في مجال التنمية الاقتصادية يشير إلى المشروعات الخيالية غير المدروسة وذات التكلفة العالية دون مردود يذكر بمجرد انتهاء البطولة. هل تصل الملاعب المكيفة إلى أوروبا؟ أشار عبد الغني إلى أن هذا الملعب المكيف سيستخدم كنواد للسيدات ونواد للأطفال ومنطقة ترفيه تقام فيها الفعاليات، مضيفا: لا نريد أي مشروع فيل أبيض تلعب فيه مباراة واحدة شهريا ثم يغلق الملعب، بل نريده إرثا ومصدر جذب للمجتمع. وختم الكاتب مقاله بالقول: لن يكشف غازي عن تكاليف هذا النظام، لكنه اعترف بأنه جعل تكلفة الملعب تزيد ضعفين أو ثلاثة أضعاف حالات أخرى، مشيرا إلى أن هذه التكنولوجيا من المرجح تطبيقها على الصعيد العالمي في المستقبل. وأوضح عبد الغني: سيبدي الصينيون اهتمامهم بها بشدة نظرا إلى اقتراب الألعاب الأولمبية خاصتهم، فضلا عن الأمريكان والمكسيكيين، ونظرا إلى الاحترار العالمي الذي جعل درجات الحرارة في باريس ولندن أكثر من 38 درجة مئوية، فحتى الأوروبيين في حاجة إلى إمعان النظر في هذا الأمر. فالمال وحده لا يصنع المجد. هكذا نجحت تجربة قطر في كرة القدم.